يعني إيران لها أذرع سياسية بما أنها قوة إقليمية لها أذرع سياسية، ومن هذه الأذرع الأحزاب المؤيدة لها، جمعيات الضغط الدينية والثقافية المؤيدة لها. إيران دولة غنية عندها فلوس، وهالقريشات قاعدة توظفها في مكانها المناسب وقاعدة تكسب. أنت شايف أن حماس هي مسألة قروش؟ طبعا، بس أنا ليس هوان. لا 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 لا، حماس يرأسها مجموعة من الشباب الإسلامي الملتزم بدينه وبمذهبه لا لا أبدا. أنا أعتقد بأن انتهازية سياسية، بس يعني أنا ما أسميها انتهازية، أسميها نفعية. نفعية نفعية، فهمت كيف؟ يعني هم يصرفون عليهم. طبعا يصرفون عليهم، لأن حماس قاعدة تصرف على شعب في غزة تعداده 1.5 مليون. يبون مدارس، يبون أمن، يبون أكل، يبون. إحنا بعناهم حكي، إيران ما باعتهم حكي. إيران حطت الفلوس على الطاولة وقالت لهم كم تتكلم على 50 $23 مليون شهريا، $23 مليون شهريا تعطي حماس، تعطي حماس للصرف على هذه البنود. وإيران إلى هذه الدرجة من الغباء تصرف على حماس وهي تعرف أنها في غمضة عين لو جاءت دول عربية صرفت النظر؟ يعني ماذا شنو 23 مليون بالشهر بالنسبة لإيران؟ إيران من الدول الغنية جدا والثرية جدا، قاعدة تصرف أضعاف هذا، لكنها لا تصرف طبعا على الداخل للأسف. لا تصرف على الداخل، ما تصرف، لا يعني الشعب ما لا في حركة فطر. لا في حركة تنمية قوية في الريف. أنا زرت إيران يا داود منذ عهد الشاه، وزرتها ما بعد الثورة. بعد الثورة لا في أمانة يعني. ولا يجرمنكم شنآن قوم لا 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 تعدلوا عدلوا هو أقرب للتقوى. أنا لفيت في الريف الإيراني بعد الثورة. ماذا عن سوريا قبل ما يخلص هذا الجزء من البرنامج؟ ماذا عن سوريا؟ سوريا هي الرئة الإيرانية في العالم العربي. وصف كبير ده شوي. لا ولو فقدت إيران موقعها في سوريا أنا بعتقد ستكون طامة كبرى على النظام الإيراني وعلى الوجود الإيراني في العالم العربي وخاصة في لبنان. ماذا يفعل النظام السوري لهذه الدرجة لإيران؟ أولا يحتضن كل الأدوار الإيرانية في العالم العربي. يعني لولا سوريا لما وصل السلاح الإيراني إلى حزب الله، ولولا سوريا لما استطاعت سوريا أن تتجاوز أزماتها الاقتصادية. هناك مليارات. طيب في حديث عن إسرائيل والعلاقة اللي هي أنت سميتها وصول، يعني الوصول إلى إيران أو وجود نعم اتصال مباشر مع إسرائيل. نعم محيطها. وفي نفس الوقت دعم لحزب الله يرفع شعارات أنه يحارب إسرائيل وقام بحرب على إسرائيل وسوريا تتكلم عن موانعة. نعم حدوثة هذه. إيه حدوثة هي. هو الدور الإيراني، الدور الإيراني كله حدوثة في المنطقة. هو كله اختراق، محاولة اختراق تحت دعاوى فلسطين، تحت دعاوى الأخوة الإسلامية. الآن في حماس إيراني كبير للدخول إلى مصر، ولكن هناك تمنع مصري، لأنه بدأ المصريون يعون بأن المسألة لا تخلو من أدوار لها علاقة بالقومية الفارسية، لها علاقة بالتشيع. لو سقط النظام في سوريا، نعم، ما هو مستقبل حزب الله؟ صعب جدا، صعب جدا. وإيران وين تروح؟ بالضبط. لا إيران وين تروح عن دعم الحزب؟ ما تقدر. لا 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 لا، ستتخلى تماما عن دورها في لبنان. لا تستطيع أن تلعب دور في لبنان إذا غابت سوريا عن الصورة. مع أن هناك من يقول أن حزب الله الآن هو أقوى من سوريا. لا هذا كلام، يعني كلام لا ينبئ أو يعوزه الدقة، يعني أكثر ما أقوله يعني لا أبدا. يعني حزب الله صحيح له نفوذ كبير، ولكن حزب الله لا 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 يستطيع أن ينكر أنه ذراع لإيران داخل الشام، داخل منطقة الشام. ذراع لإيران بدعم سوري أو برعاية سورية. لا لا لا، سوريا وسيط،
ليس إلا وسيط جغرافي. إذن حزب الله لن يتأثر لو سقط النظام في سوريا. لا يتأثر لأن غاب الترانزيت، يعني غابت السكة. يعني عبد الله، في الآونة الأخيرة في الأزمة النووي الإيراني بين الولايات المتحدة، صار في تصريحات من مسؤولين أمريكان كتب في العالم العربي أن هناك يعني إعطاء العراق لقمة سائغة بعد مئات المليارات اللي انصرفت بالحرب وقتل جنود أمريكان في هذه الحرب. أخيرا أصبح العراق يعني في حضن إيران. نعم. هذا جعل كثير من المراقبين يقول أن هناك صفقة بين الولايات المتحدة وإيران، وأنه بدراسة التاريخ العلاقة بين إيران والولايات المتحدة على مدى 50 سنة الماضية يختلفون لكنهم لا يتواجهون. نعم. وأن المحصلة في النهاية أنها هنا أن عسكري، أن إيران هي شرطي الغرب في المنطقة، وأنه يمكن ترفيعها الآن إلى ملازم ولا بغيت لواء. نعم. شو رأيك أنت في هذا؟ والله شوف، الأمريكان مروا بخبرات سارة مع إيران. الخبرة الأولى هي في إسقاط حكومة طالبان في أفغانستان. صح. حكومة طالبان في أفغانستان كانت حكومة ماسكة أفغانستان، فأراد الأمريكان إسقاطها، وكان لابد لإسقاطها من الدعم الإيراني، من الدعم الإيراني والمجال الجوي الإيراني، وقاعدة إنشرليك في جنوب تركيا تنطلق المقاتلات الأمريكية عبر الأجواء الإيرانية، والدكتورة بورا والهيرات ومزار شريف وإلى آخره. شامخاني اللي هو وزير الدفاع الإيراني سوى مؤتمر صحفي معلن في مطار مهرباد، وقال نحن سنفتح مجالنا الجوي للمقاتلات الأمريكية لضرب طالبان وإسقاط طالبان. واستغرقت المسألة شهرين. ما هو دافعه؟ وما هو دافعه في هذا؟ كسب الود الأمريكي. والتخلص من عدو في على الحدود اللي هم طالبان. وعندما أسقط الأمريكان، وعدو مذهبي أيضا، عدو مذهبي. عندما أسقطوا طالبان قالوا الأمريكان هيا بنا نتعاون لإسقاط صدام في العراق. فتعاون إيران مع الأمريكان وأسقطوا صدام شر سقطه سنة 2003، وكانت منظمة بدر تحمي ظهر القوات الأمريكية اللي كانت تطلع من عندنا بالكويت رايحة إلى السماوة وبغداد. فكانوا بس تعدوا البصرة سووا كوردون جغرافي يحمون ظهر الأمريكان حتى يقوموا بمهمة. طيب هل هذا مؤشر إلى أن هناك، عشان ما نطول؟ لا ما نطول، بس بقول لك هذه الخبرات السارة جعلت الأمريكان يطلع فيهم فريق من الاستراتيجيين يقول تعال هذيل خوش أوادم الإيرانيين. هم عارفين هم خوش أوادم أيام الشاه. لا بس الآن الثوريين هذيل اللخبطة المخيال الأمريكي. مزبوط. فقالوا تعال خلينا نسوي بيزنس وياهم هذولا، لماذا لا نحولهم من عدو استراتيجي إلى حليف استراتيجي؟ كانوا تعاونوا معنا في إسقاط طالبان، كانوا تعاونوا معنا في لماذا لا نفوضهم أن يكسروا ظهر العرب هم والإسرائيليين، وإحنا نطلع من الشعرة من العجيب. هل هذا عليه دليل الكلام؟ سبعة من النواب في الكونغرس الآن، سبعة يسمونهم اللوبي الإيراني، يجولون في الجامعات الأمريكية ويقولون هذا الكلام، لماذا لا نحول إيران إلى حليف استراتيجي، حليف استراتيجي. وبدلا من أن يكونوا عدو استراتيجي. ومعاهم يركب معاهم بسياراتهم تريتا بارسي، يدور جونز هوبكنز يونيفرسيتي، ييل يونيفرسيتي، ما أدري شنو يونيفرسيتي، يتكلمون مع الجامعات والنخبة الأمريكية الآن. الآن وصار لهم شيء اسمه اللوبي الإيراني داخل الكونغرس. فهذا دليل على أن أكو نوع من الحوار. هاي واحدة. شيء ثاني، من 2004 حتى الآن يا داود هناك شيء يسمونه الحوار الأمريكي الإيراني. في يعني مرة ينتكس مرة يرتفع.